مسمار والمخزن مالهم خلوه والمخزن مالهم خلوه. اتفاق جاء مخيبا لامال الطبقه العامله والشغيله التعليميه واللي عموم يعني العاملين والعاملات في هذه البلاد، وكذلك هذا الاتفاق اللي يستهدف بشكل اساسي الحق في الاضراب ويستهدف اساسا يعني المعاش ديال الموظفين والموظفات من خلال الاصلاح، يعني الجوله الثانيه من الاصلاح اللي يتم فيها تحميل الموظفين والموظفات يعني المسؤوليه ديال الازمه ديال هذه الصناديق، واللي احنا كنعتبروا الازمه يعني هي مسؤوليه الدوله، لانه الدوله لم تؤدي الاقساط ديالها لسنوات، يعني من 86 الى من 96 الى يومنا هذا، مع استمرار يعني لا 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 الخرق ديال المعايير الدوليه المتمثله في انه خاص الدوله تؤدي قسطين يعني جوج على ثلاثه، والمساهم او المساهمه كي ثلث. اذا حنا كنوجدوا انه في المغرب الموظف كيؤدي 50% والدوله 50%، ولا تلتزم الدوله بهذا الالتزامات ديالها. كذلك على مستوى قانون الاضراب هناك يعني منحه تراجعي ديال التكبيل والتضييق على الحق في الاضراب من خلال هذا القانون اللي يقولون على انه غادي يمر يعني مستقبلا في الدوره الخريفيه ديال البرلمان. كذلك تم الاقصاء ديال النساء ورجال التعليم من هذه الزياده. فاتح ماي كيجي من بعد حوار اجتماعي كنعتبروه مثمر، رغم ان كاين بعض النقائص ولكن كنعتبروه مثمر. من بعد الزيادات العامه في الاجور كتراوح 1000 درهم مع التخفيض الضريبي، هاد 1000 درهم اللي جات مقسومه على سنتين، هذه بعدا بشرى للشغيله المغربيه والشغيله الجماعيه. اصلاح التقاعد او قانون الاضراب، احنا نعم مع الاصلاح، ولكن الاصلاح لكن ما غيضرش الموظفين، اما لكن غيضر الموظفين كنسموه تخريب التقاعد. نحيي فاتح ماي عيد الشغل، عيد الطبقه العماليه، ونقول عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى بأمر فيك تجديد. بالفعل يعود يأتي عيد ويجيء عيد ويذهب عيد وتتكرر الأعياد، ولكن الأوضاع لا تتغير، والطبقة العاملة تشكو دائما، تشكو من العوز والخصاصة والقهر وتزداد فقرا، والطبقة العاملة دائما تطلب المزيد من المكاسب، إلا أنه يتم الإجهاز على ما تبقى من المكاسب، وخاصة مع ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر الذي انتشر بكثرة، وكذلك سوء التدبير وسوء التسيير وإفلاس المؤسسات، وخاصة إفلاس مؤسسات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وكذلك سوء تدبير الموارد البشرية وسوء تدبير الإمكانيات والثروات وسوء توزيع الثروة بين المغاربة بعدل. أنا زيزي زينب، ممرضة إعدادية مساعدة في مستشفى بن سيناء بالرباط. اليوم فاتح ماي، اليوم العيد، عيد الشغيلة عالميا، العمال ولا الشغيلة ولا الخاص ولا العام، كل شيء خارج باش يعبر، وحنا كإعداديين مساعدين ممرضين تقصينا في واحد المرسوم، كنطالبوا كنناشدوا وزير الصحة وزير المالية ووزير الأول باش ينصف هذه الفئه المتضرره اللي عطاته وكافحت من استقلال، فاذا بها لقات راسها تقصات في واحد المرسوم ديال 1993 وما تنصفاتش فيه، ودابا كنتمسكوا وكنتشبتوا بواحد الترقيه استثنائيه باثر رجعي لما فيها المزاولين المتقاعدين من 2017. البطرونة في جهة. البطرونة في جهة.